أهلا بحضراتكم من جديد، والنهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن كالعادة خلونا الأول نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أبرزها اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة. ده هي بس أنت، يمكن الأخبار كانت كتيرة جدا امبارح، من أهمها أيضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاجتماع. الاجتماع ده تم من خلاله استعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وكمان من بين الأخبار اللي موجودة معانا أيضا أن القوات المسلحة نظمت معرض لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء. تعالوا نتابع تفاصيل في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه لم يعد يتبقى من الدعاوى المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى 6 دعاوى أسرة قبل عام 2021 و 2227 دعوة مدنية قبل عام 2020، وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع اللي سادت لفترات طويلة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وأشار رئيس الوزراء لتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق بأن تتولى كليات الهندسة في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وده في ضوء التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير، إذ يعد الطريق الدائري أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك افتتاح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، واللي هيستمر لحد يوم 30 مارس الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، واللي بيأتي تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم. وبيضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، ده بالإضافة لمنتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين. امبارح أيضاً نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك إن أكاديمية نصر العسكرية للدراسات العليا نظمت عدد من لقاءات نقل الخبرة لدارسي الأكاديمية، واللي بتأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة المعرفة والوعي والإدراك الصحيح لدارسي الأكاديمية بكل ما يدور حولهم من قضايا وموضوعات. هروح دلوقتي مع حضراتكم لأخبار المحافظات اللي معنا فيها مجموعة متنوعة من الموضوعات الهامة التي حدثت بالأمس في محافظات الجمهورية المختلفة، اللي يمكن أهمها الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى زفتة بالغربية بنسبة بتصل ل 85%. نروح أيضا لمحافظة بني سويف اللي فيها تم تنفيذ مبادرة موائد فرحة رمضان اللي بتستهدف توزيع 1,000,000 وجبة على مدار أيام الشهر الكريم. كمان يا أحمد، امبارح في المحافظات تم إجراء 10 عمليات زراعة قوقعة للأطفال في مستشفى الهلال للتأمين الصحي في سوهاج، وكمان انطلاق عمل القوافل الدعوية للأزهر الشريف من محافظة الإسماعيلية، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي تم فيها إعلان الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى زفتة بنسبة 85%. في بني سويف تم تنفيذ مبادرة موائد فرحة رمضان اللي بتستهدف 1,000,000 وجبة على مدار الشهر الفضيل بواقع 1,800 وجبة يومياً بالمحافظة، بجانب إقامة فعاليات توعية ومسابقات بهدايا قيمة. في سوهاج أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي إجراء 10 عمليات زراعة قوقعة للأطفال خلال 24 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وده ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.
في كفر الشيخ شهدت المحافظة وصول 1500 شنطة رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة. في أسوان تم تنظيم قافلتين طبيتين داخل قرية عزبة العرب التابعة لمركز كومومبو ومنطقة الشلال التابعة لمركز أسوان، ونجحت القوافل الطبية دي في إجراء الكشف الطبي لـ 2539 مواطن ومواطنة. في الإسماعيلية استقبلت المحافظة القافلة الدعوية اللي أطلقها الأزهر الشريف لنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن وبيان سماحة الإسلام ووسطيته. في الأليوبية تم تنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبري مشاة التلاجة بـ100 نما بحي غرب شبرا الخيمة، وده بعد إصلاحه وترميمه بالكامل ضمن أعمال الصيانة العاجلة اللي تمت فور سقوط الكوبري إثر اصطدام سيارة نقل محملة بحفار تجاوزت ارتفاع الكوبري.